السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي، عواشركم بركة، عيد مبارك سعيد، عيد وتعودوا إن شاء الله، وداك الشيء اللي تمنيتو إن شاء الله الرحمن الرحيم. المهم أخواتي، اليوم غنعطيكم واحد النصائح العيد الكبير إن شاء الله الرحمن الرحيم. حذاري من شي أشياء اللي كيخصنا ما نديرهمش نهار العيد، وحذاري من بعض الامور اللي كدار نهار العيد، يعني الاسحار والمس وبزاف ديال الحوايج. المهم اخواتي، نهار العيد كنوضوا مع الصباح، المهم كنفطروا المهم كنفطروا داك الشيء صافي، وكان كنتبدلوا السلام وداك الشيء. المهم اخواتي، من بعدها اذا كننتهيوا للذبيحه. هذيك الساعه فاش كنتهيئوا الذبيحه، بطبيعه الحال ما غتكونيش لابسه ديك الساعه اللبس المزيان، ضروري غتلبسي شي حاجه ديال التروينه، هذه شي حاجه ديال التروينه غادي تلبسيها. المهم اخواتي، كتلبسي ديك الحاجه اللي غادي يعني غادي تلقاي بها داك التمرميد ديال الدم والتمرميد ديال داك الشيء ديال العيد، وهذا هو الماء وداك الشيء. المهم كديري شي حاجه اللي كتكون يعني شي حاجه اللي كتكون عندك قديمه، ماشي مشكل. المهم اخواتي، فاش غادي نبغيو نذبحوا العيد، ضروري حاجه وحده كيخصنا نقولوها، بسم الله الله اكبر الله اكبر، ضروري كنقولها بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر، وديك الساعات كندبحوا هنا باش يعني تتحصل لينا العيد ديالنا، وكتحسنا حنا براسنا، كتحسنا هذيك بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر، وكيذبح بها الحولي، يعني باش داك الدم يعني ما كيتخلطوش به الجن وما كيتخلطوش به الشياطين. المهم اخواتي، ذبحنا وسلينا هذاك الدم، غادي نحيدو ديك الساعه، ديك الساعه داك الدم غنحيدو، ما غنخليش يبقى هكا في سميتو في الارض او لا في او لا في سطح ولا شي حاجه. ديك الساعه الدم ما حدو باقي 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 جاري وباقي خضر، ديك الساعه غادي نحيدو، نخوي عليه الماء ونحيدو كامل، صافي نحيدو كامل. بحال دابا مثلا، صافي حيدتو درتو في المجرى ديالتي، صافي سلخنا الحولي، حيدنا ليه كل شيء، كاع ديك المسائل كلها اللي كنحيدوها، داك سميتو داك الدم وداك البراز وداك الشيء كله هذاك الشيء كنجمعوه وكنديروه في السطل ديالنا، السطل حاشاكم ديال النفايات، كنديروه فيه يعني ماشي كنخليوه في الباب ديالنا هكايا مثلا ونسيقوه ونديوه لحدا، نديوه هكايا حتى لحدا شي دار هكايا ونخليوه، لا هنا راه غلط. هذاك الشيء كله نجمعوه في الدار ديالي، ماشي عاد نسيق ونخلي داك الشيء يمشي عاد في الزناقي، لا هذاك الشيء في الدار ديالي غادي نحيدو، الا كاين شي حاجه نسيقها حتى تبقى عندي حتى شي حاجه، صافي نظف الدنيا ديالتي، ما نخلي لا دم ولا بورز ولا حتى شي حاجه، صافي كل شيء نجمعو نديرو في النفايات، نديه لبلاصه النفايات ونلوحو فيها، او لا المهم نجمعو كامل ونخلي حتى تكون هكايا مساليه من بعد، تمنيت ونحيدو داك النار ديال العيد داك الشيء ونحيدو نديه نلوحو، داك الشيء ما كيخصنيش نخليه كاع بخطره. صافي دابا انت ذبحتي ساليتي، حيدتي عليك الروينه، حيدتي عليك كلشي، صافي المهم ضروري داك اللبس ديالك اللي انت لابساه ضروري غادي يكون موسخ، واخا دابا حيدتي كلشي، شويتي ساليتي، حيدتي عليك ديك الروينه ديال الشويه، حيدتي عليك كلشي، صافي حيدتي عليك ديك المسائل كامله. هنا ملي كندبحوا الحولي ما كنخليوش حدا المجرى، حذاري ملي غادي تذبحي الحولي ضروري غادي تديه لواحد البليصه وغادي تخليها هكا معلق، يعني بعيد على المجاري، غنحيدو نديه لشي بلاصه هكا تكون متسعه على المجرى، وغادي نعلق داك الحولي ديالي ونخلي ديك الساعه ينشف على قاطرو. هنا من قديم الزمان الحولي ما كنقيسوه داك النهار ابدا، ما كنقيسوش، كنخليه حتى لغد ليه، عاد ديك الساعه كنوضو، عاد ديك الساعه كنقطعوه، صافي كنخلي داك الحولي ديالي هكاك لواحد البليصه، يعني اللي متسعه من المجاري، نخلي داك الحولي ديالي ينشف، صافي ديك الساعه غادي نمشي داك النهار، كولي الراس كولي هذا الكرشه كولي كلشي، ولكن السقيطه كتبقى حتى لغد ليه، هذه راه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، السقيطه كتبقى حتى لغد ليه، عاد كنهزوها يعني ونديروا فيها داك الشيء اللي بغينا حنايا نديروها، داك يعني لغد ليه. وهذاك النهار خلاص غادي تحيدي عليك المسائل وكلشي، صافي حيدتي عليك المسائل كلها وصافي وغسلتي شويتي الراس، غسلتي كلشي، حيدتي عليك الروينه كامله، صافي حيدتي عليك كامله. هنا ملي غادي تسالي غادي تدخلي وغادي تدوشي باش ديك الريحه ديال الدم ما تبقاش فيك، حيدي عليك داك الشيء كله اللي كنتي لابساه كامل، حيدي عليك، صافي غادي تدخلي وغادي تعومي، غادي تعومي وغادي صافي وغادي تنظفي الحاله ديالك، صافي هذاك الشيء ديال الدم يا اما دوزيه يا اما حيدي عليه الدم،
وهذا وهذا وديري في التيد وداك الشيء حتى تتحيدي عليك صافي، او لا غتشديه كاع وتلوحيه ماشي مشكل، الا كانت قديمه اولا شي حاجه وبغيتي تلوحيها ماشي مشكل صافي، غنديرها حتى هي من مع النفايه تقول لوحه بحالتها. داك الشيء اللي انتيا يعني كنتي كتروني فيه ما تخليش ما تبقايش لابسه هذاك النهار، ما تخليش لابسه صافي حيدي، باش ديك الساعه ما كي هذا الشياطين والجين ما كيشموش فيك ديك الريحه ديال الدم. راه هنا فين كتلبسي دغيا، وخصوصا النساء هنا فين كنتلبسي حنا دغيا داك الجن العاشق، هنا صافي حيدتي عليك الرونه، حيدتي عليك كل شيء، ندخل ونستحمى من راسي حتى رجليا، نحيد عليا ريحه الدم كامله. هذاك النهار، داك النهار بلا ما ديري العلاقه حميميه مع راجلك، هذاك النهار بالضبط ما ديريش العلاقه حميميه مع راجلك. علاش؟ لحقاش انت راه قيصه الدم، هو قيص الدم، واخا عمتي واخا كل شيء، المهم ديك الليله خلي يعني ديك الليله ما ديري حتى شي حاجه صافي، خلي ديك الليله تدوز على خير وبخير، ديك الليله ما ديري فيه حتى شي حاجه صافي. هنا يعني ما درتي حتى شي حاجه، الحولي ملي كنجيبوه ملي كنشريوه ونجيبوه، حنا راه عندنا فيه اجر، ملي كنشريو داك الحولي ونجيبو كنفرحوا به، كنفرحوا به حنايا وكنفرحوا حتى وليداتنا، يعني عندنا فيه اجر. هذاك الحولي ما تحاولي تحيدي حتى شي حاجه وديريها لراجلك، هذه حذاري حذاري. هذاك العيد حنايا هذاك يعني حنا يعني عندنا اجر فيه، حنا شريناه باش نديرو باش نفرحوا به وعندنا واحد الاجر فيه، ولكن ما نحيدش شي حاجه ونقول غادي نديرها لراجلي داك النهار، وراه غادي تدي لي العام ولا غادي تدي لي حذاري، ما تقلعي منه لا عين، ما تقلعي منه لا 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 لسان، ما تقلعي منه لا لا شي حاجه ديال القلب او شي حاجه، وياكي حتى شي حاجه ما ديريها في داك العيد، خلي داك العيد يدوز هكاك بسلام. يعني الا بغيتي ان شاء الله ربي يفيض عليك الخير والخمير، الا بغيتي ربي يعني يشد لك في وليداتك ويشد لك في راجلك وفي كل شيء، خلي داك العيد عليك هكاك، ما تقيسي ما تحادي، ما تنويش في خاطرك بانك غادي تشري داك العين داك العيد وغتقلعي العين وغديريها لراجلك، او غادي ديري شي حاجه وديريها هكايا في الفم ديال الخروف او شي حاجه، ويا كي حتى شي حاجه ما ديريها صافي، خلي داك العيد يدوز هكاك بسلام. راه الا درتي شي حاجه راه ربي ما غيكملش عليك، الا درتي شي حاجه في داك العيد راه ربي ما غيكملش عليك، اولا ما غتديش الاجر، وثانيا خسرتي العيد وخسرتي كل شيء وخسرتي حتى الراجل. راه الا بغاك راجلك راه بغاك بلا سحر بلا حتى شي حاجه، بلا العيد الكبير بلا حتى شي حاجه، خلي الامور كلها تدوز على خير وبخير ويا وصافي. ساليتي مثلا ساليتي وكل شيء، يعني نهار العيد حنا ما كنساليو شيء، ساليتي وكل شيء صافي، ماشي مشكل، نطلق واحد شويه ديال القران ونستمع ليه، او لا نبقى هكايا يعني نتلهى في الشغل ديالي وما ندير حتى شي حاجه صافي، ونخلي ذاك العيد يدوز على خير وبخير صافي. هنا ساليت ما بقى عندي حتى شي حاجه اللي غادي نديرها هذيك الليله. انا قلت لكم بلا ما يعني بلا ما ديري علاقه حميميه مع راجلك، ما ديري معاه حتى شي حاجه صافي، خلي ديك الليله تدوز. ولا غديه ملي غادي تنوضي مع الصباح وتبغي تفصلي الحولي، بعدي من 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 القوادس حتى في الكوزينه، الا كان عندك شي قادوس ما تمشيش حتى ديك الكوزينه حتى لحدا داك القادوس وتجلسي تفصلي، سيري لشي حاجه بعيده اللي ما يكونش فيها القادوس وتكون بعيده من 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 الحمام، وديك الساعه فصلي الحولي ديالك كيف ما بغيتي، بعدي من الشياطين وبعدي من الجن وبعدي من كل شيء. نهار العيد مع العشيه يعني من مورها العصر، هذيك الوقيته بلا ما تخرجوا فيها للزنقه، راه تما فين كيتجدد السحر، راه ما بين العصر لليل راه تما فين كيتجدد السحر، وهي كتخرجي لبرا ربما يكون شي سحر جدد ديك اولا شي حاجه، وما تخرجي برا ما حتى شي حاجه، المهم داك النهار ديال العيد بقاي في الدار ديالك، ما عندك فين غتخرجي ما عندك فين غادي تمشي صافي، غير في الدار ديالك هكايا، او الليله كان زياره الاقارب ماشي مشكل، اما باش تخرجي هكايا تبقاي غاده في الزنقه اولا شي حاجه، وهي كي راه السحر كيتجدد داك النهار، يعني حصنوا راسكم باش ما توقع لكم حتى شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومنين سالي الروينه وكل شيء، ديك الروينه ما تخليهاش تخرج الزنقه وتبقى غاده هكايا، غتبقى غاده كتشطبيها 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 حدا الديور هكا وتخليها، راك حيدتي الرزق ديالك وديتيه لدوك الديور، هنا ما ديروهاش، صافي الروينه كلها نجمعها في الدار ديالي، ما نخليش ديك الروينه نزيدها حتى نجيب راسها ونخلي تما كاين داك الشيء ديال العيد الكبير ديالي، لا داك الشيء كله نجمعه في الدار ديالي صافي. وهنا ان شاء الله المهم بسم الله الرحمن الرحيم، راهي دابا باش كنبداو مع الصباح صافي، وديك الساعه غادي نحيد عليا كل شيء، ونحيد عليا الروينه ونحيد عليا داك الشيء اللي انا لابسه صافي، ان شاء الله نحيدو عليا وندخل وندوش، وديك الساعه ما غتبقى فيا حتى شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه حذاري نهار العيد ديما ديروها،
ديما ديروها ان شاء الله نهار العيد، ونخلي داك الحولي ديالي يدوز بسلام، ما نحيد منه حتى شي حاجه، ما نحيد منه شي حاجه اللي غنسحر فيها راجلي، ما ندير حتى شي حاجه. كنتمنى اخواتي نهار العيد يعني تكونوا هادشي كله عارفينه، باش داك العيد يدوز على خير وبخير، والحاجه ديال تدب بعد منها. صافي الحولي تذبح، داكشي كله يتسيق، داكشي كله يمشي، جمع داك البراز، جمع داكشي كله، داكشي كله ندي حاجاكم لهذا البلاصه ديال النفايات، ونحط داكشي ونجيب حالاتي صافي، ونسيق وما نخلي حتى شي حاجه صافي. وهنا ان شاء الله غادي يدوز العيد ديالكم على خير وبخير، وديك الساعه ما غيركبكم لا مس ولا شياطين ولا حتى شي حاجه. هذاك النهار راه كيكونوا غير هما تيدوروا، راه تيكونوا غير هما تيدوروا، وياكم وحذاري 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 صافي. ساليت كلشي، نحيد عليا داكشي اللي انا لابساه، وندخل وندوش من راسي حتى رجلي صافي، وغادي نبدل الحوايج ديالي بحال ما كانت حتى شي حاجه صافي. حيدت عليا كلشي، حيدته عليا مع الصباح صافي، الظهر الجوج نكون انا ساليت صافي، ساليت نهضر نحيد عليه داكشي نعوم صافي، وهنا مرتاحه، والراجل ديالي عاوتاني حتى هو يدخل عاوتاني ويعوم وكلشي ويتوضا، وحنا مرتاحين صافي. وديك الساعه ما غتقاتكم حتى شي حاجه. نتمنى اخواتي باش يعني يفيدكم هذا الموضوع اللي قلت لكم ديال العيد الكبير، وخليو ان شاء الله العيد الكبير يدوز على خير وبخير، وان شاء الله هالطريقه اللي قلت لكم هي اللي غادي ديروا. كنتمنى اخواتي نكون وصلت لكم الرساله على احسن وجه. شكرا والى الملتقى ان شاء الله.